قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن فتح الحدود مع أرمينيا يرتبط بانسحابها من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها، في إشارة إلى إقليم ناغورنو كاراباخ. تصريح أردوغان جاء غدا توقيع اتفاقات تاريخية لتطبيع العلاقات التركية الأرمينية. يعد هذا النهر الحد الفاصل بين تركيا وأرمينيا منذ 15 عاما، وهذه الحدود مغلقة لأسباب تاريخية وسياسية تتعلق في جانب منها باحتلال أرمينيا لإقليم ناغورنو كاراباخ في أذربيجان، الحليف القوي لتركيا في منطقة القوقاز، والتي تربطها بأنقرة علاقات تاريخية. الحدود كانت إحدى نقاط التعثر في البروتوكول الأخير الذي وقعه الجانبان في زيورخ، ورغم النوايا الحسنة التي أبدتها تركيا وأرمينيا، فإن رئيس الوزراء التركي ربط مجددا بين فتح الحدود وانسحاب أرمينيا من ناغورنو كاراباخ. Eğer işgal altındaki Azeri topraklarından إذا لم تنسحب أرمينيا من الأراضي التي تحتلها في أذربيجان، فإن تركيا لا يمكنها أن تتخذ موقفا إيجابيا حيال هذا الموضوع. إذا حلت المشاكل بين البلدين، سيكون من السهل على الأتراك تقبل مسألة التطبيع بينهما وعلى البرلمان المصادقة عليه. ويتعين على البرلمان المصادقة على هذا البروتوكول وسط معارضة من القوميين في تركيا وأرمينيا، التي تريد أيضا أن تعترف أنقرة بالمذابح الجماعية التي قالت إنها ارتكبت بحق الأرمن إبان الحكم العثماني في تركيا. ويبدو أن رئيس الوزراء التركي يرغب في طمأنة حليفته أذربيجان التي أعربت عن قلقها من توقيع الاتفاق التركي الأرميني، وقالت إنه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كل هذا يضع ضغوطا على أرمينيا الطامحة إلى الخروج من عزلتها وإيجاد منفذ اقتصادي في المنطقة، فهي تواجه مواطنيها في الداخل وفي الخارج بسبب البعد العاطفي للأزمة. وكانت تركيا قد أغلقت حدودها مع أرمينيا بعد أن استولت الأخيرة على جيب ناغورنو كاراباخ وأرض أذربيجانية مجاورة في حرب استمرت 6 سنوات في عام 88 من القرن الماضي. وفاء زيان، BBC.